هو الفندق ما عنده تاريخ قديم وماشي صح دابا الترميم، خصو طاح الإعادة، ماشي مسألة الترميم، خاص تاع الترميم واش غادي يدير الترميم ديالو. بالنسبة اللي كيديروا شي مارشي كبير يدخلوا لهاد الناس اللي فاز الزنقة، هاد يدخلوا لهاد الناس اللي فاز الزنقة هادو كلهم خصهم يدخلوهم ليه باش يكون الأمور تكون مزيانة. والمشاكل اللي كانت تدير لنا قبل أنه هو مدعي بالسقوط، هو مشكل هنا خطورة، هذه من هذه بالدرجة الأولى. ومنين خوا من السكان واللي عرفتي جمعنا بالاستجمات من الزبال، تجمعت مايا الطوطي ديال الزواحف من طوب من الى اخره، نقول لك كلنا خاطر ما خدمنا حتى شي حاجه، يجمع غير الزبل تما بلا فيه حنا نستافدوا من حتى شي حاجه، حنا تدرنا اكثر من تدرنا اكثر من تينفعنا، لا كيبقى صالح حتى شي حاجه ولا مدعي للسقوط ولا هو شكل خاطر. وحمد الحمد لله اللي ما لعبش على شي واحد في الصباح هذا، ما كنا على شي واحد غير صور من هو ويدكو تما داك التراب النبي عليه السلام، مع العلم انه تما بغى يدخل تما قال ما بقى حد يدخل تما في الواقع، هذا اهمال من طرف الدوله، ما كان كانوا يسدوا شحال هذيك هادشي اللي كان لا وكان يسدوا شحال هذيك ولا تروح خلاش مخليين ياك الناس استافدوا والله يعاونهم. المحل خصو يتطرق خصو يتسد، ماشي انتم استافدوا والمحل باقي مخليينه ما سدوه ما حتى شي حاجه، والنتيجه اش غتكون؟ هما من طبيعه الحال الله يكون في العون، كاين اللي كبر تما كاين اللي عاش تما ما غيسخاش يخرج من تما، حد دوز 50 عام ولا 40 عام عمره دوزو تما زاد تما، حنا تيبان شفت عينينا راه ماشي ضايع فوق ضايع، وليني هو بالنسبه للمعول اللي تيجي عادي بالعكس مولف تما يا مرتاح مع راساته وكل شيء. الحاجه اللي داروا زوينه هو اللي نسدوه ما تيفكروا شنو غيديروا فيه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.